نطلع على هذا السيستم. هذا الطلب لكم مصعد بقدر اعطيه؟ لأربعة، مش هيك؟ بقدر اعطيه لأربعة، وهذا بقدر اعطيه لأربعة، وهذا بقدر اعطيه لأربعة، وأربعة وأربعة وأربعة، نظريا، عمليا يمكن ما يضبطش. فهون على الأقل عندي أربعة في أربعة في أربعة في أربعة في أربعة في أربعة في أربعة، أربعة على القوة سبعة. نظريا عندي كأوبتمايزيشن بروبلم في عندي كم سولوشن؟ أربعة على القوة سبعة قديش؟ أربعة القوة سبعة قديش تطلع معنا؟ إذا في 16384 سولوشن ممكن، مظبوط؟ نظريا، عمليا في أشياء ممكن أستثنيها، في أشياء ممكن أقول إنها مش صحيحة. هذا الكلام صحيح إمتى؟ لما بكون مسموح لي إني أعمل دي ألوكيشن. بس أنا إذا مش مسموح لي أعمل دي ألوكيشن معناها خلص اللي عملت لهم ألوكيشن انتهوا، ما بقدر أغيرهم، فبتصير المسألة أسهل، مظبوط؟ لكن إذا أنا مسموح لي في أي لحظة أرد أعيد كل حساباتي، فممكن أرد أعمل الحسابات كلها وأعمل من جديد الحسابات وأشوف مين الأوبتيمم في هذيك اللحظة. هل من المنطق أني في خلال 200 ملي سكند أعمل الحسابات هاي وأرد أحسبها؟ unrealistic. فبدي أستعمل طريقة غير الإكزوستيف. الإكزوستيف أو اللي هو البروت فورس، أني أجرب كل possible combination. مش بقدر أحسب كل possible combination من هون، أو إذا عملت هذا هيك وإذا عملت هذا هيك وأحسبهم كلهم الـ 16 وأختار المينيمم. إذا الأوبتمايزيشن إيش بتحتاج؟ طرق أكثر من البروت فورس، إني أجرب كل طريقة. هاي الطريقة اسمها بروت فورس ميثودز. إيش يعني بروت فورس ميثود؟ يعني بجرب كل possible combination، وإذا زاد العدد طبعاً من هون، لو كان عندي مثلاً خلينا نفترض كان عندي N أو خلينا نسميها M، عدد الطوابق كلها فرضاً 20، وعندي عدد المصاعد 6، وعندي على كل طابق طبعا طلب طلوع وطلب نزول ما عدا الطابق الاخير فوق والطابق الاخير تحت، مش هيك؟ اذا عدد الطلبات الممكنه راح تكون 20 في 2 ناقص 2، مش هيك؟ 20 في 2 40 ناقص 2 38. اذا هون عندي كم بوسيبل كومبينيشن صارت هون؟ صارت 6 للقوه 38. طلع رقم هائل جدا. إذا طبعاً كانوا كلهم مسجلين بنفس الوقت، بس أو يعني potentially لو كل هدول الـ 38 طلب كانوا مسجلين، هي عدد الـ possible combinations اللي بدي أفتش عليها وأشوفها وأشوف منها الـ optimum. ولأني بعملش deallocation ممكن إني أضل أغير، أضل أغير حتى ألاقي الـ optimum في كل لحظة. إني أعمل حسابات هاي مستحيلة طبعاً بالزمن اللي بنحكي فيه.